ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لما؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، حتى لا يستدل بذلك على أنه يباح الجمع في أي وقت، لا، متى ما وجد الحرج فيجمع بين الصلاتين. أعطيكم مثالا: إنسان مثلا ستجرى له عملية، أو وهذا يشمل يدخل في ذلك الطبيب سيجري عملية لمريض، وهذه العملية تبدأ من بعد الظهر ولا يمكن أن يخرج منها إلا عند المغرب، ماذا نقول لهذا الطبيب ولهذا المريض؟ صلوا الظهر واجمعوا معها العصر، واجمعوا معها العصر، لأن وقت العملية وقت طويل، سيدخل وقت المغرب وينتهي وقت العصر، لكن الجمع كما أسلفنا تصلى الظهر أربعة والعصر أربعة.